كابتن جهاد، انت حضرتك ادارت مباريات قبل كده في ملعب مازيمبي ده؟ انا لعبت قبل النهائي 2014 مازيمبي وفاقس طيف، في عز مازيمبي كان واخد بطولتين كاس دوري ابطال وكان بطل افريقيا لموسمين ورا بعض. الدنيا كانت صعبه جدا، ويمكن انا اتكلمت على الكلام ده قبل الماتش بيومين عشان الاهلي كممثل مصر في البطوله ياخد حذره من الملعب، ياخد بحذره من الجمهور، من الاوضاع، من الجو، من كل العوامل اللي موجوده في المباراه اللي انا شفتها وعشتها. فبالتالي كان مهم جدا نتكلم في ده. الكلام يمكن اتكلمت انا في قبل الماتش ب 48 ساعه او 3 ايام في فيديو خاص بي انا، عشان يعني كفرقه مصريه بننصح الاجواء بتبقى عامله ازاي. يعني ايه الاجواء يا كابتن جاد؟ بصراحه شديده كده، بيحصل تلاعب في المباريات اللي بتبقى على ملعب مازيمبي؟ تلاعب تحكيمي؟ مش تلاعب، احنا في الاخر احنا يعني بنتكلم على مواقف حصلت فاثرت الشك والريبه، انت مش عايز تمسك حاجه معينه بعينها، لكن بنتكلم ان طول الوقت احنا بنحذر الناس ان تتكلم بشفافيه ووضوح. الفرقه العربيه بالذات والفرقه المصريه بتروح بتلعب عايزه فير في كل حاجه، الفير بلاي والفير في التحكيم والفير في الاجواء، وبالتالي نروح نلعب كوره. هل طلب منك قبل كده على ملعب مازيمبي تلاعب في اي نتيجه او تلاعب في القرارات التحكيميه؟ ما هو بص في الاخر او عرض عليك بشكل او باخر. احنا كحكام مصريين يا كريم ما لناش السكه دي، يعني في الاخر سمعتنا بتبقى سابقانه طول الوقت كحكام مصريين، ما لناش دي بسكتنا. صح. يمكن انا انت كنت دلوقتي بتتكلم على الاجتماع الفني اللي طول ساعتين ونص. انا لعبت مازيمبي وفاقس طيف 2014 في ملعب مازيمبي، ومازيمبي ما وصلش النهائي، فاز 3-2 على وفاقس طيف، لكن وفاقس طيف وصل النهائي. السنه اللي بعدها على طول 2015 كنت بلعب نهائي دوري ابطال افريقيا في اتحاد العاصمه ومازيمبي في ملعب اتحاد العاصمه في الجزائر. الاجتماع بقى ده يمكن عدى 3 4 ساعات، لان كان فيه اعتراض كبير من فريق مازيمبي ان حكم عربي مصري بيحكم نهائي دوري ابطال افريقيا اتحاد العاصمه ومازيمبي في الجزائر. فكان وقعدنا الاجتماع بقى لدرجه ان المراقب الحكام كان معانا في اجتماع مشانا كطاقم تحكيم مصري، روحنا رحنا الفندق عشان نستعد للماتش ثاني يوم، لان كان الموضوع كبير جدا. على فكره اليوم ده الاتحاد الافريقي خد قرار ان ما فيش حكم من الزون شمال افريقيا مثلا يحكم لفريق في نفس الزون من يوم 2015 نهائي 2015، وفعلا ده حصل. بعد كده ما فيش حكم شمال افريقيا يحكم لفرقه شمال افريقيا في النهائي. اليوم ده على فكره مازيمبي اتحسب له ركلتين جزاء في ملعب اتحاد العاصمه في الجزائر، وبعد المباراه بعد جواب شكر للطاقم التحكيم المصري عملنا مباراه كويسه جدا، والجزائر كانت انا كويس اتغلبوا 2-1 من مازيمبي في الجزائر، والاتحاد والمازيمبي بيتكلم عنها كويس، وكان انا يمكن مدير الفريق نفسه قلت له خلي بالك اللي يجي لك ملعبك وبنزيه وفير ويحكم بما يرضي الله، بره ملعبك تثق فيه وتاكد ان هو طول الوقت فير، ولما كسبوا بعده جاب شكر الاتحاد الافريقي. يعني ان حكام مصر ان حكام مصر طول الوقت بيشتغلوا بشكل محترم بشكل فير سواء في مازيمبي او في الجزائر. الرقم كبير كان كبير ولا كان قليل يا كابتن جهاد؟ بغض النظر في الاخر بنتكلم ان احنا في الاخر حكام اي رقم مصريين. اي رقم يعني اي رقم مرفوض رقم تليفون اي رقم مرفوض يعني